السلام عليكم. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في البداية أن أرحب بكم في هذا اللقاء التشاوري بإقليم قنيطرة حول تجويد المدرسة المغربية، والذي يندرج في إطار دينامية وطنية جماعية تعتمد على المقاربة التشاركية الموسعة وتروم إشراك مختلف الفاعلين في الشأن التربوي والشركاء الأساسيين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من سلطات محلية ومصالح أمنية ومصالح لا مركزة وهيئات منتخبة وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ومكونات المجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التربوي في إلى جانب مغاربة العالم، بحيث يمكن لمبادرة الشراكات المحلية من أجل مدرسة الجودة أن تخلق مجالات تآزر وتكامل قوية تمكن من تحفيز الإدارة التربوية والمؤسسات الشريكة للارتقاء بالمدرسة المغربية. وفقنا الله لما فيه الخير لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، أعز الله أمره ونصره وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الرشيد مولاي رشيد، وحفظه في سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. في إطار تنزيل المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تحت شعار تعليم ذو جودة للجميع، ننظم اليوم لقاء ترابيا على المستوى الإقليمي، واللي ترأسه سيد عام الإقليم وحضوره مجموعة من الفعاليات اللي كتشتغل بالمجال الترابي من سلطات محلية، من رؤساء مصالح الخارجية، من سلطات المنتخبة، من الآباء، من أولياء التلاميذ، من حضروا كذلك التلاميذ ممثلين على المؤسسات الإنتاجية، جميع شركاء المدرسة حضروا هذا اللقاء. الهدف من تنظيم، وهذا الهدف الأساسي من تنظيم هذا اللقاء، هو تحقيق ذلك التعبئة المجتمعية من أجل ومناقشة بشكل جماعي بهدف إرساء مدرسة الجودة وتحقيق الالتفاف حول المدرسة العمومية. الهدف الثاني كذلك هو إغناء وإثراء مشروع خارطة الطريق من أجل نهضة تربوية. الهدف الثالث هو دعم ومواكبة مدرسة الجودة. وهذا اللقاء اللي كيجي في التنظيم ديالو كيجي في إطار سلسلة من اللقاءات اللي شملت المؤسسات التعليمية، بحيث شارك على مستوى المؤسسة التعليمية بإقليم قنيطرة 1337 مشارك و46 مؤسسة شاركوا في مجال الخيال الإبداعي ابتدائي، الخيال الإبداعي ثانوي، وكذلك المجموعة البؤرية لفوكس جروب. والآن احنا بصدد تنظيم اللقاء على المستوى الترابي من أجل تحقيق ذاك التعبئة والالتفاف كما قلت حول المدرسة العمومية. المدرسة العمومية تنظن بأنها مؤسسة وطنية يجب أن يتم احتضانها من طرف الجميع، لذلك فاليوم هذه اللقاءات التشاورية اللي كتنظمها وزارة التربية الوطنية واللي كتهدف من وراءها الى يعني تفكير في استراتيجيه لتجويد المدرسه العموميه، تنظن بانها يعني واحد اللقاء مهم جدا، لانه غادي يساهم في استطلاع اراء كل الفاعلين وكل المتدخلين، باعتبار ان المؤسسه العموميه هي مؤسسه يعني بها الجميع، اباء واولياء التلاميذ، مؤسسات ديال الدوله، القطاع الخاص، يعني المؤسسات العمومية، المجتمع المدني، كل هاد الفاعلين هم معنيون بتجويد المدرسة العمومية. ولذلك فاللقاء اليوم
تنظن بأنه استطاع أنه يحقق الالتقائية بين مختلف وجهات النظر في أفق بناء تصور تشاركي لمدرسة عمومية ذات جودة ومدرسة عمومية منخرطة في مسلسل التنمية. بارك الله عليكم.